نشرة الليلة، المشنوق متفقدا المعذبين يقول للمستفيدين: أنا ما راح أرد بالسياسي هلا على حدا، بس يوم من الأيام أنا بعرف رد كتير منيح. وفي السرايا لإنهاء الوضع الشاذ والمزمن في رومية. في الخاص التعذيب جرم واستغلاله جريمة. جددنا المطالبة باستقالته ودعونا إلى محاكمة كل من ثبت تورطه بهذه الجريمة ولو كان الوزير المشنوق نفسه. أهالي العسكريين يقطعون ظهر الأحمر. ما عاد فينا حائل يا ويلكم من الله، كيف عم تعملوا؟ كردونا أولادنا وخربوا الدنيا. ويكيليكس السعودية تابع في الملعب الإعلامي. وفي النشرة ذكرى العصي على النسيان. هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. وهي الواقفة عشوار، اهتزت الحكومة لكنها لم تقع. وعلى إيقاع ليل شريط التعذيب الذي ألهب الشارع من ريف شماله إلى جنوبه، التأمت حكومة مصغرة بعدلها وداخليتها وبشاهدين من الوزارتين حمود وبصبوص. وفي مداخلته دعا رئيسها تمام سلام إلى التعامل مع هذا الملف بروية وحصره في إطاره القانوني بعيدا من الغرضية السياسية والتحريض، لكن العدل سبق العذل، ووزيره أشرف على سير الاحتجاجات ونظم نبض الشارع بمؤامرة بدأت ملامحها تتكشف من الصراع السياسي بين أبناء الجلدة الزرقاء، معطوفة على توقيت تسريب ما جرى بين السجين والسجان ودلالاته والأغراض منه، والذي ألقى ريفي بوزره على مؤسسة قادها سنوات طوالا وجهزها بالعتيد والرجال واقتطع من ميزانيتها لمصلحة أمراء الحرب في مدن الشمال، ويحاول اليوم تعليق المشنقة لوزيرها. إلا أن المشنوق أدار اللعبة بحكمة رجل دولة، ومن مكان شريط الفتنة المدان سحب الفتيل، إذ لن يرد بالسياسة على أحد، وسيرد يوما من الأيام بالسياسة وهو يعرف كيف يرد، قائلا: إن الذي جرى لا يخدم إلا التطرف، والتطرف يشمل الدولة بكل مؤسساتها بدءا بالجيش، والآن جاء دور قوى الأمن، وسأقوم بواجبي لحماية مؤسسات الدولة. وتساءل عن أحداث وقعت من قبل في سجن رومية ولم يجري تناولها بالسياسة. وهنا أصدر المشنوق الحكم المبرم لجهة الغرض السياسي من إثارة ما أثير حول الشريط ولجهة من دعم ومول محاور التطرف. وهنا أيضا بتنا أمام حوار مرتقب بين المستقبل والمستقبل. وعلى القضية يطالعنا الشيخ محمد إبراهيم رئيس لجنة أهالي الموقوفين في رومية، إذ هو أسقط صفة الإرهاب عن ساعي السيارات المفخخة عمر الأطرش، وغسل يدي أبو قتيبة الأسعد من دماء شهداء المؤسسة العسكرية التي أريقت ذبحا وباعترافه. وما عمل وائل الصمد والأطرش والأسعد إلا من فيض مناصرة ما سماها ثورة الشام ومساعدة النازحين. ففعل الشيخ إبراهيم بالكلمة فعل العصا. غدا سوف ينتهي صراع مشهد التعذيب وسيلم من السياسة كما لم من الشارع، لكن سيكون اللواء قد ترك ندوبا على سيرة الوزير وتمكن من استخراج أصوات الشارع الفالتة من عصبيتها لتضرب المشنوق في عمق وزارته وتطالبه بالاستقالة لتحرق له كل الأنفاس المستقبلية وطموحاتها. غير أن وزير الداخلية تحرر من هذه القيود عندما أدى مناسكه السياسية بمسؤولية رفيعة
وخرج من سجن رومية بكفالته الوطنية التي سجلت أن وزيراً في زمن البغض الطائفي لم تأسره سنيته، ولو أراد صعود الموج المذهبي لأوصله إلى سرايات مذهبة، لكنه احتكم إلى القضاء غير مكترث بما ستكتبه له الأقدار. وزير الداخلية نهاد المشنوق يؤكد بعد زيارته سجن رومية أن يتكرر، وأن اتهام وزير العدل أشرف ريفي بتسريب الفيديو مرفوض، ويقول إن إفراغ مؤسسات الدولة هو خدمة للتطرف. لم تتوقف متابعة وزير الداخلية نهاد المشنوق على تحمل المسؤولية وفتح تحقيق في أشرطة التعذيب لدى كل من القضاء العسكري وفرع المعلومات، إذ تابع التحقيقات شخصيا من داخل سجن رومي حيث اجتمع بعدد من الضباط المسؤولين في السجن للوقوف على كل التفاصيل والحيثيات، والتقى أيضا السجناء الثلاثة الذين تعرضوا للتعذيب وهم عمر الأطرش وائل الصمد وكتيبة الأسعد، وهؤلاء جل مطالبهم عدم تعرض القوى الأمنية لهم من جديد. أما خارج السجن فرافق الاجتماع احتجاجات وهتافات من سجناء المبنبا المجدد أي مبنى الإسلاميين سابقا. وفي المؤتمر الصحفي أكد المشنوق مجددا على محاسبة المرتكبين وحقوق السجناء، مشددا على منع المس بهيبة المؤسسات الأمنية، وإن أجر الرد السياسي إلا أن كلام المشنوق لم يخلو من رسائل مبطنة. ما رح أتمنى على السياسيين، لأنه السياسيين اللي مش ناطرين تمنياتي، بس أنا بدي أقول لهم لكل اللي عم يتعاطى بهذا الموضوع بالطريقة اللي عم بيحكوا فيها أنه ما عم بيخدموا غير التطرف من خلال إدانة مؤسسات الدولة، وهذا التطرف ما بيحميهم أيا يكن اتجاههم وأيا يكن انتمائهم. هعمل كل ما أستطيع لحماية مؤسسات الدولة، ولكن بذات الوقت لتصويب أي خطأ بيوقع فيها، وهالمرة حيكون تصويبه بصراحة بحدي وبأسوي، ولكن أيضا ضمن القانون. الأمر الأول أنه هذا اللي حدث هو ارتكاب رح يتحاسب عليه كل الناس المشاركين فيه، واليوم صار فيه 6 عناصر موقوفين مش 5 مثل امبارح، والتحقيق مستمر. الأمر الثاني، اجتمعت مع الضباط ومع قائد السرية الجديد ومع معاونه وقائد الدرك وقائد منطقة جبل لبنان، كان في رسالة واضحة انه هذا الخطأ او هذا الارتكاب اللي عملوه مجموعة من العسكريين ما لازم ينال ولا لحظة لا من هيبة ولا من سمعة قوى الأمن الداخلي. ولكن بذات الوقت الرسالة الثانية بأنه غير مقبول وغير مسموح ومدان مسبقا، ورح يتحاسب عليه بالصلاحيات الموجودة عند وزير الداخلية، وهي صلاحيات كبيرة ما سبق استعمالها تجاه أي ضابط أو أي عنصر بخالف الحقوق الإنسانية لأي سجين. الرسالة الثالثة، أنا استمعت للمساجين الثلاثة اللي ظهروا وفعلا صار بحقهم اعتداء غير مبرر وغير طبيعي بالمبنى دال، بس الخبر الجديد اللي قالوه أنه منذ انتقالهم للمبنى ب، لأنه في واحد منهم حتى يكون دقيق موجود بالمبنى ب، ما تعرضوا لأي مخالفة أو لأي خطأ بحق المساجين. بكل الأحاديث يعني أنه اللواء ريفي هو من يقف، وزير العدل حاليا هو من يقف خلف توزيع هذه الأشرطة، وهو من يقف خلف يعني أن يقوم بكل هذه البلبلة في الشارع من أجل يعني من أجل أن يزعزع مركزك سواء في وزارة الداخلية أو عند المستقبل. يعني ماذا تقول عن ذلك؟ أنا لا أوافق على الاتهام الوزير ريفي، وما بعتقد أنه هو يعني عنده فكرة يزعزع موقعي، لأنه هو ما بيكون عم يزعزع موقعي، بيكون عم يزعزع موقع الدولة وموقع الأمن الداخلي اللي هو اشتغل فيها 40 سنة من حياته. أنا مش موافق على الاتهام. لما بتصير القواققاء أكل حدس الواحد. بدي أرجع أكد بس على نقطة ويسمعني الكل،
أنا ما رح أرد بالسياسة هلأ على حدا، بس يوم من الأيام أنا بعرف رد كتير منيح، بس هلأ اللي بدي أقوله بس إنه إفراغ المؤسسات الدولة هو خدمة للتطرف. ما لم يقله المشنوق علنا قاله للجديد، سيأتي يوم الحساب السياسي. يمنى فواز، قناة الجديد. رئيس لجنة أهالي الموقفين الإسلاميين في روميا الشيخ محمد إبراهيم يؤكد للجديد الاستمرار في التحرك حتى إسقاط نهاد المشنوق الذي بات يضيق على أنصار ثورة الشام، والمشنوق يختصر مشهد الاثنين بهاشتاغ. تقرير نوال بري. ما أن انتشر فيديو التعذيب في روميا وما تلاه من تحركات سياسية حتى نزل المتضامنون الغاضبون إلى الشارع تعبيرا عن رفضهم لما تعرض له السجناء، ولأن من بين من ظهروا في الفيديو موقوفين إسلاميين ينتظرون أحكامهم منذ سنوات، فقد استنفر أهالي الإسلاميين في طرابلس منددين بالتعذيب الذي تعرض له أبنائهم. تحرك يقول رئيس لجنة الأهالي الشيخ محمد إبراهيم أنه مستمر حتى إسقاط المشنوق. كشفت حقيقة ما ذكرناه منذ فترة أن هناك تعذيب وحشي واعتداءات همجية على أبنائنا اللي نفاها المشنوق حين وقال ما في شيء. دعونا إلى أو جددنا المطالبة باستقالته، ودعونا إلى محاكمة كل من ثبت تورطه بهذه الجريمة ولو كان الوزير المشنوق نفسه. هذا على صعيد التحركات، ونحن بإذن الله مستمرين بتحركنا ولن نتوقف في هذه التحركات. تحركات إن شاء الله مستمرة حتى نحقق كرامة المعتقلين، حتى نحقق المحاكمة المسؤولين وإقالة الوزير الداخلي، لأنه ثبت أنه يقوم بأعمال تضييق على أنصار ثورة الشام، إرضاء حزب إيران لأهداف يريد أن يصل إلى مناصب عليا. وهنا يؤكد إبراهيم أن التعذيب الممنهج الذي عرضه الفيديو غير مقبول إطلاقا، حتى ولو كان السجين إرهابيا، لكنه لا يجد لأي إرهابي مكانا في هذا الفيديو. معظم الأبناء المعتقلين داخل سجن روميا معظمهم هم اعتقلوا ظلما، واعتقلوا اعتقال تعسفي وبناء على وثائق اتصال ملغات بقرار من مجلس الوزراء. ثانيا، كثير من المعتقلين اعتقلوا لمناصرتهم ثورة الشام، يعني حتى اللي ضربوا، ثلاثة اللي انضربوا سواء كان الشيخ عمر الأطرش أو الأخ وائل الصمد أو قتيبة الأسعد، هؤلاء الثلاثة بالتحديد اللي ظهروا بالفيديو هول اعتقلوا لأنهم ناصروا ثورة الشام، لأنه والله ساعدوا بعض النازحين السوريين أو ساعد أو فكروا بنصرة ثورة الشام بأمور بسيطة جدا. الشارع المشتعل رمى ببعض نيرانه على وسائل التواصل التي هب روادها إلى التعليق على الأحداث المتعاقبة من نشر الفيديو إلى النزول للشارع، ولعل أبرزها الهاشتاغ الذي أطلقه وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو الاعتداء جرم واستغلاله جريمة. فكان هناك تضامن مع المشنوق من عدد كبير من اللبنانيين، حيث اعتبروا أن ما حدث كان ممنهجا ضده ومن شركائه وليس من أخصامه. آخرون طالبوه بحماية السجناء على الأقل ممن وصفوهم بشبيحة الأجهزة، كما طلبه البعض بالرحيل. أما بالنسبة إلى الفيديو الذي عرض، فقد دان عدد كبير من اللبنانيين هذه المشاهد، ومنهم من شبه السجن رومي بغوانتانامو. أما بعض وسائل الإعلام العربية المتطرفة فوصفت الفيديو بأنه اعتداء على أهل السنة من شبيحة حزب الله، وهو توصيف لا محل له من الإعراب. في المقابل، أصر عدد كبير من الناشطين على التذكير بشهداء الجيش اللبناني في عرسال وشهداء الضاحية والهرمل الذين قضوا بسبب تخطيط البعض وتنفيذ آخرين ممن ظهروا في الفيديو، لكن في الحصيلة لا مبرر لما فعله هؤلاء العناصر، لأن القضاء العادل لابد أن ينزل أشد العقوبات بكل إرهابي ساهم في زعزعة الأمن في لبنان. وعلى الرغم من شناعة مشهد التعذيب، لعل تسريبه يساهم في تسريع تنفيذ الأحكام ليأخذ كل ذي حكم حكمه وأهالي الشهداء حقهم. نوال بري، قناة الجديد. فيديو رومي يطغى على المشهد السياسي، استنكار وإدانة ومطالبة بأقصى العقوبات. على وقع مشاهد التعذيب التأمت قمة حكومية مصغرة بين أهل البيت الواحد، فجمع رئيس الحكومة وزيري العدل والداخلية والنائب العام التمييزي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي في السرايا الحكومية لمعالجة الموضوع وتبعاته.
ووصف الرئيس سلام ما ارتكب بحق السجناء بأنه عمل شائن وغير أخلاقي، فضلاً عن أنه مخالف للدستور اللبناني وللقوانين اللبنانية التي ترعى حقوق السجناء مهما كانت التهم الموجهة إليهم أو الأحكام الصادرة بحقهم. وطالب سلام إلى الأجهزة القضائية والأمنية إنزال العقوبات الجنائية والمسلكية بحق من تثبت مخالفته للقوانين وتعسفه في استعمال العنف بطريقة غير مبررة، كما دعا إلى حصر هذا الملف في إطاره القانوني بعيدا من الغرضية السياسية والتحريض الذي يسيء إلى الاستقرار ويضر بالمصلحة العامة. وقبل الاجتماع أعلن وزير العدل أشرف ريفي أن من قام بما حدث في سجن رومية ومن صور وسرب قد أوقفوا، ونفى ريفي ما تردد عن أن التحرك في طرابلس جرى بغطاء منه، مؤكدا أن ما حدث ينتمي إلى مدرسة الرئيس السوري بشار الأسد، قائلا: نعمل والرئيس الحريري والوزير المشنوق للملمة الشارع، مضيفا: أنا والوزير المشنوق صديقان. وفي الشمال انعقد في سرايا طرابلس مجلس الأمن الفرعي برئاسة المحافظ رمزي نهرة وحضور القادة الأمنيين ومسؤولي القطاعات، حيث جرى البحث في آخر المستجدات الأمنية في طرابلس والشمال. وبإذن الله شهر رمضان رح يكون رح يمرق بخير وسلام. وتعليقا على شريط التعذيب في رومية، دعا نقيب المحامين في بيروت جورج جريج إلى الإسراع في إنهاء محاكمات السجناء الإسلاميين، وطالب بكف صلاحية وزارة الداخلية عن السجون. إذا كان وزير الداخلية على علم بالحادثة منذ شهرين التاريخ المفترض لهذه الأحداث كما قلت ولم يتصرف فتلك مصيبة، وإذا كان آخر من يعلم فالمصيبة أعظم. الدعوة إلى تنفيذ قانون نقل مديرية السجون من سلطة وزارة الداخلية إلى سلطة وزارة العدل. وفي دار الإفتاء في صيدا عقد اجتماع بين مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان ووفد من هيئة علماء المسلمين في لبنان، حيث ندد المشاركون بما وصفوه بالممارسات غير الإنسانية وغير الدينية في رومية. ونتساءل من أمر بها ومن سمح بها ومن فعلها وبأي هدف. ودعا المجتمعون إلى إغلاق ملف الموقوفين الإسلاميين بمحاكمة المتهم والإفراج عن المظلوم. شريط التعذيب المسرب من سجن رومية أشعل المناطق اللبنانية غضبا واحتجاجات شعبية واسعة تخللتها قطع طرقات. المشروع عدو الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والمعلومات عدو الله، والمعلومات عدو الله، الله. موجة غضب شعبي عارمة عمت لبنان ليلا وتنقلت بين مناطقه من طرابلس إلى العاصمة بيروت فالبقاع وصولا إلى عاصمة الجنوب صيدا، وذلك احتجاجا على أشرطة التعذيب المسربة من سجن رومية والتي ظهر فيها سجناء وموقوفون يتعرضون للضرب على يد عسكري بزي مدني. ففي بيروت قطع الطريق الكولا عند مدخل الجامعة العربية بالإطارات المشتعلة، وتجمع عشرات الشبان أمام مسجد الإمام علي في الطريق الجديدة مطالبين بإقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق. وعند قصقص قطع محتجون الطريق بالاتجاهين، وأفيد عن تعرض عدد من سيارات المارة للضرب بسبب اعتراضهم على قطع الطريق أمامهم، كما سمعت هتافات منددة بالمشنوق. في طرابلس نفذ عدد من المشايخ مع أهالي السجناء الإسلاميين وعشرات الشبان اعتصاما بعيد صلاة التراويح أقفلوا خلاله ساحة عبد الحميد كرامي، وألقيت في الاعتصام كلمات وهتافات هاجمت الحكومة وطالبت باستقالة المشنوق، ثم انتهى بعدها الاعتصام وأعيد فتح الطريق. ولاحقا أفيد عن سماع صوت انفجار قذيفة في محيط التظاهرة عند المعرض وأخرى في محيط مدرسة دار السلام في التبانة. على دماء الشباب المسلمين.
وفي محلة دوار العبد في المنيا قطع عشرات الشبان من بلدة ببنين الطريق بالإطارات المشتعلة، ومنعوا السيارات من المرور على الطريق الدولي التي تربط عكار بطرابلس قبل أن تعيد قوة من الجيش فتحها. الاحتجاجات الشعبية امتدت أيضا إلى صيدا، حيث قام عدد من الشبان بقطع الطريق البحرية بالقرب من مدخل المدينة الشمالي بالإطارات المشتعلة، وعلى الفور حضر عناصر الجيش اللبناني وأعادوا فتح الطريق وسيروا دوريات في المنطقة. هذا ونفذ عشرات الشبان اعتصاما أمام مسجد البزر في البستان الكبير في صيدا، كما نظم اعتصام في باحة مسجد الحسين في حي الصباغ بدعوة من هيئة علماء المسلمين في صيدا والجماعة الإسلامية، وألقيت فيه كلمات طالبت بمعاقبة كل من شارك وغطى عملية التعذيب في سجن رومية، كما طالب المحتجون باستقالة وزير الداخلية وإنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين وسط هتافات معادية للمشنوق وفرع المعلومات. وبقاعا أقفل محتجون طريق تعلباية الدولية بالاتجاهين لبعض الوقت احتجاجا على نشر شريط تعذيب السجناء، ثم أعادوا فتحها كما أقفل الطريق المصنع، وسجل أيضا قطع طريق عام قب الياس بالاتجاهين من قبل الأهالي. أهالي العسكريين المخطوفين قطعوا طريق ظهر الأحمر رشية بعد ورود تهديدات من داعش. قطع أهالي العسكريين المخطوفين لدى الجماعات المسلحة في جرود عرسال طريق ظهر الأحمر رشية، وذلك بعد أن وردتهم تهديدات عبر الهاتف تقول إن تنظيم داعش سيعامل العسكريين بالمثل، وذلك على أثر تسريب شريط الفيديو من سجن رومية. أنا طلعت وشفت هاي ناس مصر على أنه أحسن معاملة بالمقابل عم يكافوهم بسجن رومي، عم يضربوا المساجين بسجن رومي، هلا بنستنكر كل شيء عم بيصير، عم نقبلش بهاي. ناخذ اولادنا بردن لا امياتن ولا نسوانن ولا اولادن، ما بدنا اكثر من هاي، وين لبنان راح يحترق. ما عادش فينا حايل يا ويلكم من الله، كيف عم تعملوا؟ كردونا اولادنا وخربوا الدنيا. نحن بنستنكر هالامر وبنرفضه، نحن ضد هاللي صار كله. المعتصمون ناشدوا المعنيين إجراء مفاوضات جادة للإفراج عن أبنائهم، مستنكرين في الوقت عينه ما يتعرض له الأسرى المساجين في السجون اللبنانية. مزيد من وثائق ويكيليكس أبرزها يتحدث عن أن الرئيس جميل يستأذن الرياض لزيارة دمشق، وعن قواعد لحزب الله في بشري بحماية أهل عكار. أما السعودية فتقر بصحة هذه الوثائق. فضائح ويكيليكس تابع، وهذه المرة الضربة جاءت في الملعب الإعلامي. المؤسسة اللبنانية للإرسال خرجت عن الطاعة، فهددتها السعودية بوقف الإعلانات، فطارت برقية من السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري إلى خارجيته تقول إن الـLBC بثت أخباراً تفيد بأن الرئيس ميشيل سليمان طلب إلى وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل التوسط مع إسرائيل بشأن مزارع شبعة. العسيري نبه في برقيته الرياض إلى أنه لا يستبعد أن تذهب المحطة في مواقفها إلى التطرف فيما تبثه ضد المملكة، لكونها باتت متأثرة في مواقفها بالنزاع الدائر بين الأمير الوليد بن طلال وبيار الظاهر، ولكون طهران تسعى للسيطرة على الفضاء الإعلامي العربي. ولمواجهة ذلك اقترح السفير السعودي الضغط على القناة إذا تمادت في مواقفها ضد المملكة عبر شركة الإعلانات شويري جروب، وفي حال تعثر التسوية فتتوقف الإعلانات التجارية خصوصا التابعة لمجموعة MBC مع بحث في وقف المحطة عبر أقمار البث العربية. وقد لاقى هذا الاقتراح ترحيب الخارجية ووزارة الثقافة والإعلام السعودية، وصدر توجيه كريم بالموافقة عليه. أمنياً، تحدثت رواية ويكيليكس السعودية عن اجتماع ضم علي حسن خليل ونجاح وكيم ووئام وهاب وعلي عيد وشاكر برجاوي وإبراهيم الحلبي ومصطفى حمدان وعبد الرحيم مراد للاستعداد لأعمال أمنية وعسكرية ضد السلفيين في لبنان. وذكرت أن حزب الله يقيم قواعد عسكرية في الأرز وبشري وعيون السمان، ويكلف أهالي فنيدق وعكار العتيقة حمايتها.
برقيات الخارجية السعودية استهدفت أيضا الرئيس أمين الجميل، فقالت إن الأخير التقى السفير السعودي في بيروت أيام المصالحة السعودية السورية، وأن الجميل انتقد الأمانة العامة لقوى 14 من أذار، مؤكدا في الوقت عينه أنه لا يزال في صف الرئيس سعد الحريري. وبحسب تقرير قدمه عسيري إلى وزير خارجية بلاده سعود الفيصل الذي أحاله بدوره على ديوان الملك عبد الله بن عبد العزيز، فقد طلب الجميل الإذن من الملك السعودي للانفتاح على دمشق. وقالت البرقية إن الجميل لن يذهب إلى سوريا من دون غطاء سعودي، وما تطرحه المملكة سيكون المعيار في العلاقة مع سوريا. وفي وثيقة أخرى من 3 صفحات أرسلها السفير السعودي علي عواض العسيري في أيار عام 2012، يقول العسيري إن الخارجية السعودية رصدت مقالاً للكاتب في جريدة السفير نصر الصايغ انتقد فيه السياسة الخارجية للمملكة في المنطقة في ظل الأحداث السورية والبحرينية واليمنية، وقد استنفرت السفارة وتأهبت الخارجية ووضعت خطة متكاملة لمواجهة الصايغ عبر استئناف دعم الصحف ووسائل الأعلام الموالية للمملكة مثل النهار والمستقبل والجمهورية، والطلب إليها رفع اللهجة ضد المسيئين إلى المملكة كتابا ووسائل أعلام، وشد أزر كل من يكتب ضد إيران وسوريا. وأمام هذه الوثائق أقرت وزارة الخارجية السعودية صحة وثائقها التي سربها موقع ويكيليكس، معتبرة أن ما سرب من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة في شأن القضايا الإقليمية والدولية المتعددة. أهلا بكم من جديد. وزير التربية الياس بوصعب وفي جولة على مراكز امتحانات المهني يؤكد المشاركة في جلسة الحكومة عندما يدعو إليها الرئيس تمام سلام. أكد وزير التربية الياس بوصعب أن الأزمة السياسية المتفاقمة هي التي أثرت على اجتماعات مجلس الوزراء. كلام بوصعب جاء بعد تفقده سير الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني في المجمع المهني في الدكويني. نحن وقت اللي بيدعي رئيس الحكومة صرنا عايدين أكثر من مرة رح منشارك. نحن ضد تعطيل العمل بالمجلس النيابي أولا وضد تعطيل العمل بمجلس الوزراء، بالتالي نحن بدنا نتفاهم على أي أساس بدنا نعمل اجتماعاتنا. في أمور عالقة بدنا نخلص منها، بدنا نقرها لمصلحة لبنان. ومن الدكوان إلى بئر حسن، حيث جال الوزير أيضا على الطلاب وأشاد بالتنظيم الذي يميز هذه الامتحانات وتحدث عن ملف التعيينات وعرسال. نحن في مشكلة على تعيينات، هيدي التعيينات عم تعمل خلاف داخل مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء حاليا بغياب رئيس الجمهورية العمل فيه منه طبيعي، وما فينا نمشي بالأمور وكأنه شيئا لم يكن. نحن منتنازل إلا على حساب الدستور والقوانين اللبنانية، هذا الموضوع مش رح نتنازل عنه ولا بشكل من الأشكال. لا، خلي موضوع السياسي على جنب، في تعيينات لازم تصير، القوانين واضحة بهذا الموضوع. برجع بكرر اللي قلته قبل، أنا امبارح سمعت كلام من معالي وزير الدفاع الصديق عم بيقول أنه أنا بانتظار قرار واضح من مجلس الوزراء بموضوع عرسال، بس تعرف حجم الخلاف وحجم الأمور اللي فايتة ببعضها اللي عم نعانيها. نحن عملنا جلسة طويلة عريضة وأخذنا قرار على ضوءها بموضوع جرود عرسال وعرسال، نرجع عم نتفاجأ أنه لا، بعدنا بانتظار القرار، والقرار أعلنه وزير الإعلام اللي كان موجود معنا مبارح بالجلسة وعم بذكر كان معالي وزير الدفاع أنه لا، في قرار من الحكومة. بس وين المشكلة؟ أنه إذا معالي وزير الدفاع بعده عم بيقول بانتظار قرار، يعني في شيء بعده مش في 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 قطبة مخفية بمكان ما. بعد لحد هلأ أول جلسة بتجي، أنا بأكد لك أول جلسة بتكون بده يكون نحن بدنا نسأل القرار اللي أخذناه بمجلس الوزراء بما يتعلق الوجود التكفيريين والإرهابيين على الأراضي اللبنانية، كان قرار واضح، شو صار فيه؟ وتوقع بوصعب بدء تصحيح الامتحانات الرسمية في 27 من حزيران الحالي. نواب بعلبك الهرمل يطالبون بتصحيح الأخطاء في سجلات نفوس أبناء المنطقة. بحث تكتل نواب على بك الهرمل ومختارو المنطقة في مشكلة الأخطاء في سجلات وقيود النفوس الجديدة، ورأوا في هذه الأخطاء فضيحة كبيرة بحق أبناء المنطقة سواء كانت متعمدة أم لا. نعتقد بأن هناك من تعمد في بعض حتى ما أقول بكل، في بعض الأماكن التي حصلت فيها أخطاء. تبيان الحقيقة للرأي العام
بأن هذه الأخطاء متعمدة أم لا، وبكلتا الحالتين الضرر الكبير قد وقع على آلاف المواطنين وأرزاقهم ومدارسهم وشهاداتهم ومعاملاتهم واستشفائهم. كذلك نطالب بآليات سريعة لتصحيح هذه الأخطاء الفادحة والجسيمة. وفوض المجتمعون إلى وزير الصناعة حسين الحاج حسن متابعة الموضوع لحل المشكلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. الجامعة العربية المفتوحة تساعد الجمعيات المدنية وقوى الأمن الداخلي في تطبيق قانون السير. في مبادرة لمساعدة قوى الأمن الداخلي وهيئات المجتمع المدني، تضع الجامعة العربية المفتوحة إمكاناتها المادية والتوعوية للمساهمة في تطبيق قانون السير الجديد. المبادرة اللي احنا قمنا فيها هي جزء من أهداف الجامعة بخدمة المجتمع. التعليم طبعاً هو جزء أساسي، ونحن فتحنا الجامعة اللي هي فريدة كتير من نوعها، يعني الجامعة اللي هي جاي تخدم الشباب وتعلمهم وما بتدفعهم إلا 30% من القسط. مش بس هيك، الجامعة كمان فتحت للشباب مركز تدريب لريادة الأعمال. قانون السير خدمة إنك تحافظي على هالشباب، علمناهم وعم نعطيهم أحسن تعليم، بدنا نحافظ عليهم ونحافظ عليهم ونحافظ على أرواحهم. إلى جانب المحاضرات يلي انعملت بالجامعة من قبل مؤسسة كون هادي، صار تدريب لبعض الطلاب بكلية التربية باسم التربية، يلي هني البعض منهم بعلم بمدارس، هاو هالطلاب رحوا كمان يساعدوا بنشر التوعية على قانون السير بالمدارس اللي هني بيعلموا فيها. وتؤكد مديرة الجامعة العربية المفتوحة بأن هذه الخطوة يجب أن تتبع في كل الجامعات حرصاً على السلامة العامة. مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تطلق برنامج بيتك بيتي في بداية شهر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية الإرشاد والإصلاح. أطلقت مؤسسة الوليد تعاون مع جمعية الإرشاد والإصلاح برنامج بيتك بيتي، الذي يقوم على تأهيل وتأسيس منازل أسر محتاجة، خلال اللقاء الذي رعته الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادي في فندق الفور سيزونز. فيني إلا أشكر معالي الوزيرة السيدة ليلى صلح حمادي ومؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية اللي واكبتنا من أول ما بلشنا بمشروعنا. نحن بال 2011 رحنا زرنا ست ليلى وقلنا لها أنه هيك هيك عم نعمل، فهي كانت من أول مؤيدين لنا ومسكت بإيدنا ودعمتنا. كانت وين ما تشوفنا بأي نشاط قلنا وينكم، شو عم تعملوا، وين صرتوا، يلا ليه ما عم تجوا تزوروني، ليه ما عم تجوا تفرجوني شو ما عملتوا. وإن شاء الله بتضلك معنا يا ست ليلى وبتضلك تواكبي لنا أعمالنا، وبتضل إيدك وإيد الخير يد البيضاء ممدودة على المجتمع كله، وبتغطي كل الناس المحتاجين، وبتكوني بلسم جراح مثل ما عوتينا وعوتك كلها اللبنانية. أنا يمكن بمؤسسة الوليد صار لي 11 سنة، مرق مشاريع علي كتير وبيعرضوا علي مشاريع، في شي بقبله وفي شي ما بياخده، بس هيدا من أحد المشاريع المهمين كفكرة. على كل حال اقتبسوها بأحد التلفزيونات هلأ، بس أنتوا اللي بديتوا، وأنا أول ما عرضتوا علي إيمنت فيها، إيمنت أنه البيت سترة، وأنتوا سترتوا الناس، الله يجزيكم خير. هالبيوت اللي شفناها إذا لاحظتوا بيوت كبيرة، بالتالي مش بيوت فقراء، بيوت ناس متوسطين الحال من زمان، هيك صارت الفقر طلع من الطبقة التحتانية عم يطلع لفوق وعم بيكمل مش عم بيتحسن. إذا في مشاكل تمويل أفضل لكم أنه ما توسعوا البكار. إذا في نصيحة أعطيك، يمكن الفقر بالقرى ما بيبين قد ما الفقر بالعاصمة أو بالمدن الكبيرة، لأنه عامل المقارنة موجود، والفقر بالمدينة لا يحتمل. فليش ما بتضلكم ببيروت؟ لأنه بيروت عم بتواجه مشكلة، إسلام بيروت عم تهاجر، صارت كلها بعرمون وبالدوحة، وصلت على إقليم الخروب، وصلت على الجية على الناعمة. ترحال هيدا له أسباب، العاصمة ما بقى فيها تكفي أولادها، فكمان لازم تركزوا على بيروت أكثر، لأنه لازم يرجع المسلم لحاضنته الطبيعية اللي هي بيروت. يذكر أن برنامج بيتك بيتي قام بتأهيل وتأسيس عدد كبير من المنازل في السنوات الخمس الماضية. في اليوم العالمي الأول لليوغا، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يأمل أن تعزز اليوغا الرشاقة الدبلوماسية. This is the first year that we observe International Day of Yoga.
أصبح لليوغا التي انطلقت من الهند يوم عالمي يحتفل فيه في 21 حزيران من كل عام، وقد أحيا نحو 17,000 شخص من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم العالمي الأول لليوغا بالمقر الدائم للأمم المتحدة. وقد رحب مون بالمشاركين وبالذين انضموا إلى الاحتفال في تايمز سكوير بمدينة نيويورك وبالهند ومختلف أنحاء العالم، وأكد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت بفوائد هذه الممارسة القديمة وانسجامها المطلق مع مبادئها وقيمها. بطبيعة الحال اليوغا تتمتع بالفعل بشعبية عالية في جميع أنحاء العالم، هي جيدة للصحة وجيدة للروح. اليوغا لا تميز، فبدرجات متفاوتة يمكن لجميع الناس ممارستها بغض النظر عن قوتهم أو سنهم أو قدرتهم. أملي أنه إذا كانت اليوغا تعزز الرشاقة الجسدية فأن تتمكن أيضا من تعزيز الرشاقة الدبلوماسية. وللمناسبة ارتدى مون الأبيض وبدا برفقة زوجته مع حشد من المشاركين الممددين على سجادات اليوغا التي غطت الأجزاء المخصصة للمشاة في تايمز سكوير، إحدى أشهر الساحات في العالم، على مرأى من السياح والسيارات وباقي المارة. وجمعت اليوغا حشدا كبيرا من أنحاء العالم مارس فيها المبتدئون منهم والمخضرمون وضعيات مختلفة وفقا لتعليمات مدربين عبر مكبرات الصوت. وكما في باريس وروما وجنيف وبروكسل والهند، كذلك في لبنان نظمت الكتيبة الهندية العاملة في اليونيفيل نشاطا شاركت فيه عناصر من مختلف فرق اليونيفيل التي تتابع تمارين اليوغا مع اختصاصيين من الكتيبة، إضافة إلى عدد من مركز سيريديفي دايا من السمقانية في الشوف الذين يمارسون اليوغا بإشراف مدربة دولية. وحضر قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال خوسيه كوندي وقائد الكتيبة الهندية الكولونيل بارتا سها، اللذان أضاءا مع المدربة الشعلة إذانا بانطلاق النشاط الذي شمل تمارين في اليوغا ومشاهدة فيلم وثائقي عن تاريخ هذه الرياضة وأهميتها. رحيكم جديد ونواصل تقديم النشرة. خلاف مزعوم بين فرنسا والعدو الإسرائيلي على خلفية مبادرة السلام الفرنسية لحل القضية الفلسطينية. رحب الفلسطينيون بمبادرة السلام الفرنسية، فيما أكد رئيس مجلس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تل أبيب لأي محاولات لفرض إملاءات دولية بخصوص التسوية مع الفلسطينيين، فبدأ أن خلافا فرنسيا إسرائيليا يلوح في الأفق، ولكن هذا الخلاف لا يعد كونه مسرحية بطلها وزير الخارجية لوران فابيوس الفرنسي اليهودي الأصل الإسرائيلي الميول، فهو سعى في زيارته لإمساك بزمام أمور مبادرة السلام الفرنسية بيمناه ومستوطنات العدو الإسرائيلي بيسراه، بدلا من أن يضغط باتجاه اعتبار الاستيطان برمته غير قانوني ومرفوض من المجتمع الدولي، اكتفى بالقول إن زيادة الاستيطان أمر غير مقبول، معتبرا أن الاستيطان أدى إلى تراجع الآمال المعقودة على حل الدولتين في إطار عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو تصريح ضبابي عائم في ظل قوانين وأعراف دولية تعلن عدم شرعية الاستيطان. ولتكتمل المسرحية، كشفت صحيفة هأرتس النقاب عما وصفته بالخلافات غير المسبوقة بين فرنسا وإسرائيل على خلفية المبادرة الفرنسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن الحقيقة تثبت عكس ذلك، فلا يكون فابيوس رجل سلام ولا يخالف يوما قيادته الإسرائيلية. مشاهد فابيوس المسرحية جسدها قبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما دار سجال حاد بينه وبين رئيس العدو الإسرائيلي شيمون بيريز في مؤتمر دافوس عام 2009 على خلفية أحداث غزة. يوم ذاك غادر أردوغان المنصة غاضبا وترك مؤتمر دافوس وعائدا إلى بلاده حيث استقبل استقبال الأبطال. وهو اليوم فابيوس يؤدي الدور نفسه مع تعديل بسيط، وهو أن فابيوس أكثر التصاقا بإسرائيل لناحية الانتماء ويتعاطف ومشاريعها، ولم يكن مستعدا للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي ربطها بمفاوضات صعبة بدأت قبل 40 عاما. أفرشت السلطات الألمانية عن الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور
من دون توجيه أي تهمة إليه، وذلك بعد يومين من اعتقاله في برلين بناء على مذكرة توقيف دولية من الانتربول بطلب من السلطات المصرية، حيث يواجه حكما بالسجن 15 عاما. وكانت وزارة العدل الألمانية قد دعت إلى إطلاق سراحه في رسالة وجهتها إلى المدعي العام، الذي تأكد بعد مراجعته تفاصيل القضية أنها قضية سياسية وتستند إلى اتفاق بين ألمانيا ومصر. عاصر الرحباني في ذكراه يعود إلى المسرح. من نسمة أول صيف ومن موسم رحيل قوافل الربيع، تقرر ذكرى عاصي القيام بمشوار إلى الحي القريب. هنا من هذا الممر يدخل مدلج ذو الشعر المخوتم كمن يريد لنا أن نتذكر حكاية البوابة. العاصي المندور لشقعة نغم يأتي بنوتاه، بأسرار أشيائه، بانتظاراته عند محطات الزمن. يطلع من خواتم ابتاعتها ريما، من جبال لها وقع الصوان، من تعاسة الملوك ولعنة تيجانها. يستيقظ كما مولانا الوالي أمام عدالة العفريت إرنفل. من بين الأسود يمشي عاصي الرحباني إلى أبيض الزمان، إلى مواسم العنب والتين وسحر تشرين، فأخذنا إلى سهرياتنا وغنان الحصادين. جاء محملاً بالشخص الذي له كل المواصفات لكن لا اسم له، ككوكب بعيد يلمع في الصبح. هذا خط يده يخبرنا فيه أنها كانت حكاية ورح تبقى، ويرسم ملامح الوجود بعبارات عن الإيمان، الموت، ما وراء الموت، عن سيدة موسيقاه الأولى والأخيرة، قائلاً: عشقت فيروز ولا أزال حتى اليوم، حبها أوحى لي بكل هذه الأغاني، الكل شيء هي، الكل شيء صوتها، الكل شيء وجودها. وعلى اسمه غنوا، وصلوا من هنا ومن خارج الحدود لإحياء ذكرى عاصي الرحباني في مسرح البلاتيا. وعلى مبدأ أوليل يا ريما، حكيه يا ريما، قالت ريما ونظمت ورسمت والدها كما أحبت ونحب، وأهدته كنوزاً مخبأة، أحدها استخرجته من ذهب الزمان، من صوت فيروز الضارب يوماً في أرجاء بريطانيا في حفلة نادرة صورتها بكاميرا واحدة الراحلة ليال رحباني. في بلاتيا كانت حكاية ورح تبقى، وتطلع من صوات البلابل وبتوقيع عاصي: دايما في أجيال بدها تجي، وولاد يلعبوا بالشمس، لازم تفرح الناس. كان في النشرة المشنوق متفقداً المعذبين يقول للمستفيدين: ويسمعني الكل، أنا ما رح أرد بالسياسة هلأ على حدا، بس يوم من الأيام أنا بعرف رد كتير منيح. وفي السرايا لإنهاء الوضع الشاذ والمزمن في رومية. كان في الخاص التعذيب جرم واستغلاله جريمة. جددنا المطالبة باستقالته، ودعونا إلى محاكمة كل من ثبت تورطه بهذه الجريمة ولو كان الوزير المشنوق نفسه. أهالي العسكريين يقطعون ظهر الأحمر. ما عاش فينا حائل يا ويلكن من الله، كيف عم تعملوا؟ كردونا أولادنا وخربوا الدنيا. ويكيليكس السعودية تابع في الملعب الإعلامي. وكان في النشرة ذكرى العصي على النسيان. صار المصدر ابن
نشرة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.